بل كذبوا بالحق لما جاء أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيت كيف بنينا وزينا Lower. بصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد صل العباد وأحيينا به بسم الله الرحمن الرحيم والضحى, والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ألم يجدك صدق الله العظيم. آمَنْتُ بالله، صدق الله العظيم، آياتٌ بيّنات من كتاب الله العزيز تلاها على مسامعِنا المقرئ ياسين محمود عبد الخالق الشرقاوي من جمهورية مصر العربية في مستهل درسٍ جديد من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية التي تلقى في حضرة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله خلال شهر رمضان الأبرك الدرس الثاني يلقيه بين يدي جلالة الملك الأستاذ بهاء الدين محمد الندوي نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند ويتناول فيه بالدرس والتحليل الموضوع أهمية الدعوة الدينية ومكانة الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ألا وإن من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء موضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد أهمية الدعوة الدينية ومكانة الدعاة انطلاقا من قوله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله السميع العليم والصلاه والسلام على النبي الكريم وعلى اله وصحبه الهداة المرشدين صاحب الجلاله امير المؤمنين اتشرف بإلقاء هذا الدرس في حضرتكم الشريفة، وهي مناسبة لأتقدم إلى جنابكم المنيف بأسماع عبارات الشكر من مؤسسة العلم والدعوة التي انتمي إليها، ألا وهي جامعة دار الهدى الإسلامية بكيرلا جنوب الهند، والشكر لكم على التفضل بقبول طلبة من عندنا للتكوين في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات عبر خمسة أفواج. وسيعودون إن شاء الله لتستعين بهم دار الهدى في مهمتها الدينية الطيرية وهي التي ما فتئت منذ أربعين سنة تقوم بالدعوة بالعلم والحكمة وقد تخرج منها أفراد من العلماء الدعاء يعمل عدد منهم في القارات الخمس مولاي أمير المؤمنين أشرع في موضوع درسي وأقول من رحمة الله بالإنسان وتكريمه له أن عرفه بخالقه بواسطة الوحي حتى, حتى يعرف الناس من خلقهم ورزقهم وإليه مصيرهم، ويعرف مراد خالقهم منهم في الحياة، وما سبل فلاحهم وإحسانهم لأنفسهم فيها. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى وشفقته أنه لم يترك الناس صدى، بل أرسل إليهم الرسل والأنبياء يدعونهم أن يبلغونهم. وجعل هؤلاء الرسل يستنفرون لهذه الدعوة من يرثونهم فيها من العلماء بنفس شروط الرسل وهي التوحيد والإخلاص وحب الخير للناس ولبسط الكلام في هذا الموضوع موضوع نقدمه إن شاء الله في أربعة مهابر تراعي توالي الزمن لما فيه من الإيضاح المهبر الأول في الدعوة قبل الإسلام والمهبر الثاني في الدعوة إلى الإسلام كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحور الثالث في الدعوة في تاريخ المسلمين بعد النبوة والمحور الرابع في الدعوة في, الدعوة في سياقنا الحاضر المحور الأول دعوة الأنبياء قبل الإسلام قال الله تعالى في سورة غافر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله والرسل والأنبياء الذين ذكر القرآن الكريم أسماءهم خمسة وعشرون وقد أرسلوا إلى أقوامهم في المجال الواقع في شبه جزيرة العرب والشام في مدة زمنية من نوح إلى بعثة الإسلام مرورا بإبراهيم وموسى ووصولا إلى عهد عيسى عليهم السلام وبين بعثة وأخرى مدة يفتر فيها فهم الدين أو العمل به فيحتاج الأمر إلى دعوة رسول جديد وموضوع دعوة الأنبياء والرسل هو الإيمان بالله الخالق وبيان الهدف من الخلق وهو ما جاء في قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ} ذلك لأن عبادة الله الغني تعطي المعنى للحياة، وهدفها إحسان الإنسان لنفسه، وكان الإشكال الأكبر الذي واجه الدعاة من الأنبياء والرسل هو الإقناع بالتوحيد أي إفراد الله الخالق بالعبودية. لأن الإنسان يميل إلى الانتصاب بنفسه إلهًا من دون الله، ولأنه يستكبر أن يبعث الله بشرًا مثله يحمل إليه حقيقته وينبهه إلى ما تتوقف عليه نجاته. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولنأتي من القرآن الكريم بنبوذج دعوة نوح عليه السلام مع قومه. فهي شامله لما وقع في غيرها من الدعوات قال تعالى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا باديا الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكم وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني مَلَكُمْ ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله عالم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغذيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون إن في هذا الوصف القرآني عناصر مشتركة بين دعوات كل الأنبياء وهي بيان أن النبي يدعو إلى الله الواحد وأن القوم الذين يردون عليه بتكذيبه وإنكار دعوته هم في الغالب من كبار قومه ومن أصحاب المصالح الذين يريدون الحفاظ على الأمر الواقع، وأن الذين يسارعونه إلى اتباعه هم في الغالب من الفقراء الذين يطالبه الأغنياء بطردهم، وأن الرسول يبذل الجهد في النصح ويجادل بالبينة والإقناع البعيد عن الإكراه، متبرئا مما ينصبه له المكذبون من الدعاوى، وأنه ليس له غرض من استجابتهم إن كان الله قد أراد بهم غير الإيمان. ولان الانسان حتى بعد ايمانه معرض للفساد والافساد فان الدعوه لا تتوقف عند الاستجابه الاولى بل تتعهد الانسان بعد الاستجابه بالاصلاح وهذه مهمه الانبياء في تربيتهم والعلماء الذين يصرحون بعدهم مقتضيات الايمان من التزام الاخلاق وهو تحدي عظيم لان امر الدعوه هو امر تربيه قبل ان يكون امر تعليم هذا العهد السابق للدعوة المحمدية هو عهد تهضير لخير الإنسانية المحور الثاني دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد بعث الله رسوله محمدا بالبيان في القرآن وأن الدعوة هي لهداية الإنسان إلى الاعتدال ومن ذلك إصلاح الدنيا بالآخرة قال تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى وبناء على هذه الاستمراريه في دعوة الاصرار على الحق في مواجهه الاضطهاد الذي انتهى بهجرته صلى الله عليه وسلم واضطراره الى الدفاع العسكري عن دعوته حتى تنتصر، لانها ليست مشروعا شخصيا بل هي تكليف رباني لا خيار فيه، مصداقا لقوله تعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالاته، ويتمثل كمال عناصر الدعوه في كونها تدور على الاخلاق موضوعا ومنهجا. وفي هذا المنهج جاء قوله تعالى: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، وجادلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين. وهو منهج يستند الى اخلاق صاحب الدعوه كما هي مبينه في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. وكانت نتيجة هذه الدعوة بهذا الكمال الأخلاقي هي ميلاد نموذج خير من المجتمع صار مرجعا في حياة الإنسانية كما قرر القرآن في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والتحدي الكبير هو في, فهم في الفهم الصحيح لموضوع الدعوة بالنسبة للحياة أو للمجالات التي يغطيها الدين ويكون السلوك فيها مطابقا لقيم الاخلاق وعلى راسها قيمه العدل. ان التنزيل التاريخي للدعوه المحمديه يفيد ان هذا الدين الذي هو موضوع الدعوه شامل لكل مناحي حياه الافراد والجماعات والامه، ولان عنوان هذه الشموليه في فهم الناس العادي هو السياسه والدوله، فان امر الدعوه يصبح امرا شموليا. ذلك لأن الارتباط وثيق بين إمكانات الخلاص الفردي والخلاص الجماعي أي إن السياسة السليمة هي الضمانة للتدين السليم على مستوى الأفراد والجماعات والأمة كما أن التدين السليم هو رفض السياسة العادلة حقوقيا واجتماعيا فالتنزيل النبوي حقق هذه الشمولية العلوية والمفترض عقلا أن يتبعه في هذه في هذه الشمولية ورثته في الدعوة مستاقا لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ويقول المفسرون في موضوع هذه الآية إن الدعوة إلى الإسلام في صدر البعثة المحمدية واجبة على الأعيان لقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أي بقدر الاستطاعة ثم لما ظهر الإسلام وبلغت دعوته الأسماع صارت الدعوة إليه واجبا على الكفاية كما دل عليه قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وهنا يصير أمر الدعوة متطلبا للمؤسسة أي المسؤولية الإمامة في كل بلد حماية له من الجهل والانتهال والتطرف وإذا عرفت أسباب الخبال في شأن الأمة كان ذلك نصف السبيل إلى الخروج منه ذلك أن الدعوة في الفوضى وبلا حسبة من قبل العلماء قد تؤدي إلى عكس المقصود منها المحور الثالث الدعوه في تاريخ المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المحور الثالث المتعلق بالدعوه في تاريخ المسلمين بعد العهد النبوي وقبل سياقنا الحاضر سنقتصر على الاشاره الوجيزه الى اربع ظواهر الظاهره الاولى هي قضيه الفتوح لان الناس يربطون بها دخول الاسلام الى بعض البلدان والاشكال هنا متعلق بحكم استعمال القوه لنشر الاسلام وذلك لأن المبدأ الأساس هو لا إكراه في الدين ولأن الحروب التي وقعت في العهد النبوي جاءت في سياق الدفاع عن النفس ولمواجهة الأطراف التي قامت منذ البداية بالعداء للدعوة ولصاحبها وهذه المسألة ليست مما يترك بدون استقصاء لأن البحث التاريخي يهري بأن ينصف الإسلام ويظهر أن دخوله كثيرا من البلدان على سبيل الفتح يمكن أن يظهر أن أغلبية سكان تلك البلدان سمعت بالإسلام محررا من أنواع التعسف السياسي والقهر باسم الدين فتحمست له ونجحت بفضلها تلك الفتوح التي يمكن أن تعتبر عمليات تهرير ذات لا وقايا غزو أجنبي والظاهرة الثانية تتعلق بدور التصوف في الدعوة اعتبارا لكونه مبنيا على التوحيد وداعيا إلى الأخلاق ولكونه يغطي عالم الإسلام من حيث الزمان والمكان فوجب على من يهمه أمر الدعوة في الوقت الحاضر وبالنسبة للمستقبل أن يبحث في ملابسات غمط دور هذا التوجيه في نشر الدعوة إلى الإسلام وتعهدها بالتخليق والإسهام فيه بالوجوه النافعة الظاهرة الثالثة تتعلق بمقاربة العلماء للدعوة لأن خدمتهم للأصلين هي في صميم الدعوة ولأن التراث الفقهي والهكمي الذي ألفوه خدم الدعوة بإخلاص فكل تجلياته تدل على فهم قائم على حسن النية فاضلا كان أو مفضولا وكان منهم دعاة عاملوا الوقار في النفوس إلى جانب العلم فانتشرت بهم السكينة والفضيلة الظاهرة الرابعة هي الانتشار السلمي للإسلام على أيدي دعاة أخيار في أقاصي بلاد الإسلام سواء كانوا من العلماء او ممن غلب عليهم التصوف او ممن كانوا من التجار والرحالين وحري بالمسلمين اليوم ان يتهروا بقدر الامكان حتى يخرجوا هذا التاريخ من هيز الاسطوره الى هيز المفاخر التي تستقى منها عبر تدفع بها التهم ويجهر بها في عده واجهات لا سيما في اعماق اسيا وافريقيا مولاي أمير المؤمنين يقتضي الكلام في موضوع الدعوة في السياق الحاضر توضيح عدد من الجوانب المتصلة بالواقع على الميدان أولها بيان أنواع الدعوة وهي سبعة على الأقل أولا دعوة من لا دين لهم لاعتناق لا دين ثانيا دعوة من لهم عبادة على دين معين منزل أو متغير لاعتناق لا دين جديد أو دين آخر بدعوى أنه الدين الصحيح ثالثا دعوة داخل نفس الدين من جهة فرقة أو مذهب لاتباع فرقة أو مذهب آخر على أنه المذهب الأصح بالنسبة للأصل أو الفرقة الأكثر تمسكا بالأصول رابعا دعوة, دعوة داخل نفس المذهب لاتباع طريقة في الاعتقاد غير ما بني عليه المذهب دون الخروج منه خروجا كاملا خامسا الدعوة لتصحيح السلوك داخل نفس المعتقد أو المذهب سادسا الدعوة التعليمية التصحيحية لتعاليم الدين عبادات ومعاملات، وهي المسمات عادة بالإرشاد. سابعا الدعوة التربوية الروحية التي هدفها تنمية الالتزام الفردي بتعاليم الدين من أجل الاتباع. وبعد بيان أنواع الدعوة يتعين بيان أنها تجري اليوم في سياقات متعددة لاختلاف الأسباب. ومنها أولا أن كثيرا من أهل الأديان السابقة للإسلام لم يصدقوا أن الأديان كلها من عند الله عبر رسالات متتابعة نسخ بعضها بعضا تصيها للتهريف وتحقيقا للكمال ثانيا في هذا السياق يعتقد أهل كل دين أن دينهم هو الأصح ويعملون بوسائل متنبئة لاستكثار أتباعهم على حساب أتباع الأديان الأخرى ثالثا إن أهل الدين الواحد قد انقسموا شيئا على شكل فرق عقدية ومذهبية انقساما لا يؤخذ من جهته الايجابية على أنه الاختلاف الجزء المحمود داخل الاجتهاد بل يؤخذ في كثير من الأحيان على انه مقابلة مقابلة بين الحق والباطل رابعا إن تطور التاريخ قد جعل المسلمين في بعض البلدان أقلية داخل أغلبية من دين آخر الأمر الذي يجعل التساكن محفوفاً بالمخاطر من جهة الإحساس بالضعف من جهة الأقلية أو الإحساس بالطغيان من جهة الأكثرية، سيما وأن الحالة التي وقعت للنبي نوح عليه السلام هي عدم الموافقة على طرد المنضمين لدعوته، حالة متكررة تثير الغيظ من جهة الاستقواء، أما وسائل الدعوة في السياق الحاضر فتشمل فتشمل أولا الوسائل التي يمكن وصفها بالتقليدية المعتادة وهي الدعوة القولية الجماعية على سبيل الوعظ كما في حلقات الإرشاد في المساجد وكخطب الجمعة أو الخروج بقصد اللقاء والإقناع ثانيا الدعوة القولية الفردية المباشرة على سبيل النصيحة والتذكير ثالثا الدعوة التعليمية التي تشرح الضرورية من العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أما أشكال الدعوة الحديثة فهي كل الاشكال التقليديه المذكوره مع فرق كبير وهو انها قابله للارسال عبر وسائل الكترونيه بعيده المدى ذائعه الانتشار. وقد يكون المضمون خطبا طويله او رسائل بمقاسات قصيره عبر وسائل متاهة على مواقع اعلاميه معينه. واكثر المتكلمين في الدين باسم الدعوه لهم منابر شخصيه خاصه يتناولون فيها ما يشاء من المواضيع التي لا حصر لها من حيث المضامين والمقاصد. تناولا لا رقابة عليه ولا حسبة مع العلم, مع العلم بأن مضمون الدعوة في بعض هذه الحالات يكون بضاعة مطلوبة بأجر مادي متهافة عليه سيما إذا مزجت بين قدسية الموضوع وهو الدين وبين مخاطبة الأهواء والنوازع البشرية الخالية من التقوى والواقعة على الأغلب في دائرة الجرأة التي كان السلف ينكرونها ومن الظواهر الأخرى المصاحبة للدعوة الدينية في سياق المعاصر ظهور أنواع من الإغراءات بقصد الاستقطاب الديني أو العقدي أو المذهبي أو السياسي، وأصو أنواع هذا الإغراء ما كان مشوباً باستغلال احتياج المستهدفين المتدينين لاستقطابهم، الأمر الذي يشعر بهالة تشبه الحروب الدينية. أما محفزات الدعوة في هذا العصر قائمة كذلك، وعلى رأسها عدة مظاهر نذكر منها أولاً هذه الإمكانية الهائلة غير المسبوقة في التواصل. وإن كانت مزاحمة من طرف ما لا حصر له من أنواع دعوات الجهل والتطرف والانتهال وهي التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله وينفونه تحريف الغالين وانتهار المبطلين بالرغم من كل هذا فإن المظهر الثاني في هذا العصر هو اندثار العلم بشكل غير مسبوق يتيح للناس الموضوعيين والفطريين غير الموفرين إمكان إمكان التبين الفكري والتمييز العقلي. أما المظهر الثالث الخادم للدعوة الدينية فهو طغيان المادة على الحياة، وما يدفع إليه هذا الطغيان من البحث عن الدين أمام الشعور بالفراغ الروحي. أما معيقات الدعوة فعدة مظاهر نذكر منها غياب حماية الدين من المهام السياسية لمعظم البلدان. أصداء التفرق القديم عند المسلمين في فهومنا اليوم ومن يجيز لهم الانشغال بهذه الخلافات واعطائها اهميه لا تستحقها. وقوع حالات من الظلم على صعيد العالم تخلق الالتباس في اذهان المسلمين فيما يتعلق بالاحتجاج او كظم الغيظ او احسان التصرف دفاعا عن الدين. نشوء حركات لا دينيه في العالم غير محايده تهارب الدين باسم الاقل والأدل والسياسه وتجد اصداء في ارض المسلمين. ولهذه الاعتبارات كلها تعظم الحاجة المتزايدة إلى العلماء الدعاة الربانيين الصادقين الأكفاء المؤثرين القائمة بالدعوة وهم لا يبتغون بها إلا وجه الله وإسداء الخير للناس مولاي أمير المؤمنين اسمحوا لي في الختام أن أتقدم من باب النصح والتواضع لله بالآراء الآتية أولا ضرورة التعاون بين أهل الأديان كلها من أجل إقناع العالم غير المتدين بالخير الذي في الالتزام بالدين لحفظ القيم الانسانيه المشتركه بدل التنافس والاستقطاب من جهه بعض الاديان على حساب البعض الاخر. ثانيا ضروره حصول اجماع بين المسلمين على نبذ التطرف والتكفير. ضروره احترام الاختلاف الاجتهادي في الفروع المذهبيه كما كان عليه سلف الامه. ثالثا الاقتناع بان الدعوه الفرديه والجماعيه لا يجوز ان تستغل في اغراض غير دينيه تشفش على الناس باسم الدين. رابعا ضرورة الاقتناع بأن الدعوة المطلوبة في كل عصر وفي هذا العصر بالذات هي المبنية على المثال والأسوة والنموذج على مستوى الحضارة وللمسلمين مسؤولية في التحقق الأخلاقي كأمم بقيم دينهم حتى يكونوا نموذجا يقتدى بهم وفيما عدا هذه السبيل فإن مجرد الدعوة التي لا يؤيدها السلوك على مستوى الأفراد وبعض الجماعات قليلة الجدوى بل هي في بعض الحالات لا تزيد عن إثارة الآخرين واستفزازهم والسلام على المقام العالي بالله والختم من أمير المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

في ختام الدرس الديني الذي ألقاه بين يدي أمير المؤمنين الأستاذ بهاء الدين محمد الندوي من الهند يتقدم للسلام على جلالة الملك ثلة من العلماء الأجلاء المشاركين في الدروس الحسنية ويتعلق الأمر بالشيخ مصطفى صمتا رئيس فرع مؤسسه محمد السادس للعلماء الافارقه بجمهوريه الكوت ديفوار وخليفه الطريقه التجانيه بالكوت ديفوار كما يتقدم للسلام على صاحب الجلاله الاستاذ عبد الحكيم محمد الأنيس كبير باحثين أول وعضو بهيئة كبار العلماء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي والشيخ عبد الفتاح بن صالح بن محمد قديش اليافعي المشرف العام على مركز الخيرات باليمن والأستاذ أبو بكر الزبير مبوانا رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية تنزانيا الاتحادية ومفتي الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والأستاذ أحمد النور محمد الحلو عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية تشاد والمفتي العام للجمهورية والأستاذ أكرم الندوي مدير أحد مؤسسي معهد السلام بأكسفورد في بريطانيا والأستاذ سليم علوان أمين عام دار الفتوى بأستراليا والاستاذ عمار كاماره ابو بكر رئيس فرع مؤسسه محمد السادس للعلماء الافريقى بجمهوريه ليبيريا ورئيس المجلس القومي الاسلامي بهذه الجمهوريه والاستاذ مظهر محمد الحموي عضو المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى بالجمهوريه اللبنانيه والاستاذ محمد الامين تراي رئيس فرع مؤسسه محمد السادس للعلماء <applause> الافارقه بجمهوريه غامبيا <applause> والاستاذ صالح حنداي <applause> رئيس فرع مؤسسه محمد السادس للعلماء الافارقه بجمهوريه افريقيا الوسطى والاستاذ الشيخ مامادو ابو دوباتشي رئيس فرع مؤسسه محمد السادس للعلماء الافارقه بجمهوريه الطوغو ويقدم وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه لامير المؤمنين نسخه مطابقه للاصل من مخطوط دلائل الخيرات للشيخ محمد بن سليمان الجزولي بخط محمد بن القاسم القندوس الفاسي المتوفى بفاس عام 1861 ميلادية إلى هنا سيداتي سادتي نودعكم وإلى اللقاء رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير